برح بحضراتكم انا وكريم واخر فقره معانا. وزي ما احنا تابعنا امبارح يمكن كان في مباراه بين الاهلي وسيمبا، لكن هي كانت محيره للجميع صراحه، يعني سواء هنا من ناحيه الاداء او طريقه اللعب او حتى التغييرات اللي حصلت. لكن على كل حال دايما بنحب نتكلم عن السلبيات علشان نعالجها، وده يمكن برضو الموسيماني بيكون حريص دايما في المؤتمرات الصحفيه ان هو يتكلم عن السلبيات اكتر من الايجابيات بعد كل مباراه. خلينا نرحب بس بضيفنا في البدايه كابتن ابراهيم عبد الصمد نجم الاهلي السابق، ونناقش بقى كل النقاط دي. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل. والله مبسوطين حضرتك معانا. انا مبسوط اكتر ان انا بقابلكم. منور يا فندم. اهلا بيك. نبتدي بقى طبعا اكيد كلامنا عن مباراه الامس، وبطبيعه الحال كلمه سلبيات اتكررت كتير حتى في المقدمه دلوقتي. مباراه لم تخلو من الاخطاء، فما هي الاخطاء اللي حضرتك شفتها وانزعجت منها في ماتش امبارح، ورؤيتك لكيفيه تفاديها في المستقبل، وكمان فكره ان بعد فوز سيمبا وفيتا كلاب اصبح النادي الاهلي هو ثالث المجموعه، فبرضه كيفيه تدارك هذا الامر في الفتره اللي جايه؟ هو في اتجاهين في الماتش امبارح. لو كنا عايزين نبرر الهزيمه فاحنا ممكن نقول الجو كان قاسي جدا على اللعيبه، بقى لنا مده طويله بنلعب الساعه 7:30 8 في جو شتوي جميل في مصر، فوجئنا بالجو 35 درجه مع رطوبه شديده جدا 70%. فالامور كانت صعبه بالنسبه للعيب. نمره 2، الجمهور غير طبيعي، مفيش اي اجراءات احترازيه بالنسبه للجمهور، واحنا هنا بنلعب بدون جمهور، فبقالنا مده بنلعب بدون جمهور. صحيح. وبعدين فوجئنا بالجمهور حوالي 40,000 متفرج، ممكن يكون ده سبب بس مش مباشر الحقيقه. صحيح. يعني انا بحاول ابرر للعيب. بس ده لو كان بره ده 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 بره بقى الناحيه الفنيه. الحقيقه يعني احنا ادينا للفريق في خطتنا للمباراه ان احنا ندافع بطريقه من بدايه المباراه بطريقه غير جيده، وبالتالي لعبنا بثلاثه ديفندرز. كان المفروض ان احنا اللي بيستحوذ على نص الملعب هو اللي هيبقى ليه الرياده في قياده المباراه. المفروض واحنا بنلعب ثلاثه في نص الملعب ان احنا نستحوذ، انما كان في سوء تمركز بالنسبه للثلاثه، مفيش ضغط خالص، مفيش الشراسه بتاعه اللعيبه سواء الثلاثه المدافعين او الاثنين اللي قدامهم في استخلاص الكوره. سيبنا للفريق فرصه كبيره جدا انهم يتناقلوا الكوره وانهم يخلقوا المساحات سواء في نص ملعبنا او في نص ملعبهم، وسيبنا لهم الفرصه انهم يبنوا الهجمات من نص ملعبهم، وبالتالي قدروا يفتحوا ثغرات كتيره جدا في نص ملعبنا، قدروا منها انهم يصوبوا على جون الشناوي اكتر من مره بدون ضغط من نص الملعب. والجون اللي احرزوه برغم ان هو قريب جدا من خط ال 18، انما اللعيب ميكي ده استلم ولف وعمل نص دايره وشاط بدون اي ضغط من بدون اي ضغط من المدافعين او الثلاثه الديفندر بتوع نص الملعب. ما كانش في ضغط فعلي على كل لعيبه بتوع سيمبا، وبالتالي كان ليهم اليد العليا خلال المباراه سواء ساعه الجون او قبل الجون او بعد الجون. فهي غلطات من عندنا احنا ان احنا ما فيش الضغط اللي احنا متعودين عليه من الثلاثه الديفندر بتوع نص الملعب في كل الماتشات اللي احنا لعبناها سواء في كاس العالم للانديه او في خلال الدوري المحلي اللي احنا بنلعبه. كان سر قوتنا الديفندرات بتاعتنا والاثنين اللي قدامهم انهم بيضغطوا على الفريق المنافس وبيستخلصوا الكوره وبيبتدوا يبنوا الهجمات، دي افتقدناها امس قدام فريق سيمبا. زائد برضو مش عايز فريق سيمبا الحقيقه من الفرق القويه جدا اللي احنا ما كناش عاملين حسابها انها بالقوه دي. الحاجات الشتويه اللعيبه الشتويه اللي جابوها في الاجنده في خلال يناير الحقيقه عملوا لهم قوه دفع كبيره جدا، ودي من الفرق اللي مستهان بيها. المفروض ان موسيماني وهو جاي من جنوب افريقيا عنده دراره كامله بالمستوى الافريقي ومستوى الفرق الافريقيه ومستوى اللعيبه اللي بينضموا للفرق الافريقيه. دي برضو الحقيقه يعني فاتته شويه ان هو يتابع اللعيبه الجيده اللي انضموا لفريق سيمبا في فتره الانتقالات الشتويه. طيب كابتن عبد الصمد، يعني هروح مع حضرتك للعذر اللي بيقال اللي هو الجو والحاجات اللي زي كده والرطوبه، بس احنا معلش احنا ما شفناش حتى يعني شراسه هجوميه اللي احنا متعودين عليها من الاهلي حتى في بدايه المباراه من الدقائق الاولى، ما كانش ده موجود، فمش حاسه ان احنا ممكن نعول حتى على النقطه دي بصراحه. يعني
اللي هي البدايه بتاعت الماتش، انا قلت لما شفت الفرقه بتتنقل الكوره ببطء قلت يمكن دي خطه المباراه انهم يعني يستنزفوا القوه بتاعتهم وتبتدي ناخد على الاجواء بتاعت المباراه، انما استمر هذا البطء وهذا مفيش ضغط من اللعيبه بتوع نص الملعب على الفرقه طول المباراه. صح. زائد ان احنا كمان معلش انا هدخل في نقطه ثانيه كمان، حته التغذيات الحقيقه لما تيجي واحنا خلاص جه فينا جون لازم نعوض، مش شايف ان في الشراسه الهجوميه ان احنا نعوض، شايف برضو تنقل الكره ببطء في نص ملعبنا، بنحاول نبني الهجمات في فترات طويله جدا، المفروض ان احنا نلعب على الجنبين بحيث نستغل الكرات العرضيه اللي بيعملها وحيد واللي بيعملها هاني، انما ده ما كانش موجود. ما حصلش حتى واحنا بنعمل التغيير طلعنا نزلنا السوليه ونزلنا مجدي قفشة في نص الملعب عشان نزود القدره الدفاعيه مش عشان نزود القدره الهجوميه، وبعدين طلعنا بواليا اللي هو المهاجم الوحيد اللي عندنا وما نزلناش راس حربه تاني الا لما نزلنا محمد شريف وطلعنا اكر، ابتدت الهجمات تبقى مثمره على 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 فريق سيمبا، كان لازم التغييرات تبقى مبكره عن كده بحيث نقدر نعوض الجون اللي جه فينا. زائد نمره 2 في الناحيه الفنيه برضو ايمن نزل في وقت متاخر جدا برغم ان وحيد من اللعيبه الممتازه في هذا المركز وبيجيد الكرات العرضيه، بس هي بينقصوا حاجه صغيره جدا، بينقصوا الدقه في ارسال الكره العرضيه. ده اللي بيفرقه عن ايمن وعن معلول ولازم يجدها في الفترات اللي جايه. لما نزل ايمن اشرف في الست دقائق اللي لعبهم قدر يستخلص الكره وقدر يلعب الكره الجانبيه وقدرنا نعمل هجمات مضاده على الفرقه وقدرنا نهاجم الفرقه سيمبا في الثلث الاخراني بتاعتهم اللي احنا ما كناش بنشوفه في الفتره بتاع الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني. فنزول محمد شريف الحقيقه وايمن اشرف كان ليه مفعول كبير جدا، لو كان نزلوا من بدري شويه كان ممكن ان احنا نعوض الجون وكان ممكن ان احنا نجيد اكتر من الاجاده اللي احنا كنا بنجيدها في الشوط الاولاني. حضرتك كنت تقول برضو في مجمل اجابتك على السؤال فكره ان سيمبا التنزاني فريق قوي جدا واحنا ما كناش مدركين حجم قوته، هل الحقيقه ان هو اقوى مما توقعنا ولا احنا كنا اقل من اللي المفروض نكون عليه في الماتش؟ انت جبت النقطه يعني وضعنا امبارح في اداء اللعيبه هو اللي خلى سيمبا يعلى بدرجه الكفاءه دي. لو كنا احنا بالشراسه الهجوميه اللي استخدمناها قدام الفريق البرازيلي في كاس العالم كان هيبقى شكلنا احسن من كده بكتير قوي، انما ما كانش في شراسه ولا في الضغط ولا في الدخول، واحد ضد واحد كان ليهم الافضليه في كل التدخلات، واحد ضد واحد هم اللي بياخدوها، فما كانش عندنا الشراسه الهجوميه، البطء كان سائد جدا في كل الخطوط بتاعتنا، وبالتالي لو كان في السرعه اللي احنا متعودينها من لعيبه النادي الاهلي دي ما كانش هيبقى سيمبا بالقوه اللي احنا شفناها امبارح. اظن ان الوضع هيبقى مختلف لما يجوا يلعبونا في ملعبنا، هيبقى الوضع غير واحنا شفنا القدرات الفنيه والكفاءه الجسمانيه بتاعتهم هنقدر باذن الله ان شاء الله نتغلب عليه. الظروف في المجموعه بتحتم علينا بعد ما فيتا كلوب كسب المريخ امبارح 4-1 الظروف بقت احنا بقينا في المركز الثالث، الظروف بتحتم علينا لازم نكسب فيتا كلوب في الداخل وفي الخارج عشان يبقى في 9 بونت ويبقى داخلين مع سيمبا في الفرقتين اللي بيتنافسوا في دور الثمانيه. طيب كابتن ابراهيم انا بحاول انا وكريم طبعا نروح للمحاور المختلفه، هنتقل بعد اذنك للدوري بقى فيما هو قادم، وعندنا دلوقتي يعني ماتشات كتيره وبطولات مفروض نركز فيها. ما هو قادم بقى في الدوري حضرتك بتشوفه ازاي؟ هل نقدر ان احنا او هنستطيع ان شاء الله ان احنا نحافظ برضو على اللقب؟ مين يعرف من حضرتك؟ لا الاهلي يعني مليء بالكفاءات الفنيه واللعيبه اللي هم كانوا معارضين لفرق اخرى جم، محمد شريف يعني اكرم توفيق، الحقيقه اضافات جيده جدا للفريق والفريق بيضم لعيبه ممتازه جدا، احنا بس الظروف بتاعه الاصابات الكتيره قوي وبعد اصابات كتيره جدا نظرا لتعاقب الماتشات كل 3-4 ايام ماتش ما تقدرش تثبت فرقه
لازم يحصل عمليات التدوير في الفرقه خلال الفتره دي عشان تتجنب الاصابات. وبرغم ان عمليات التدوير بتجرى بطريقه جيده جدا في داخل الفرقه، انما ما زال عندنا اصابات كثيره جدا في الفرقه احنا محرومين منها، زائد الايقافات للشيخ بعد ما حصل منه في كاس العالم، ف مع ماتش الزمالك مش كاس العالم، ففي ايقافات للشيخ فحرمنا من جهوده في الماتشات الافريقيه. انما الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله في الدوري ما يتخافش علينا، وان شاء الله في البطوله الافريقيه برضه ما يتخافش علينا بعد ما الاصابات. انا شايف ان مجموع الاصابات اللي موجوده ابتدوا كلهم يخفوا، ابتدوا كلهم يرجعوا مع الفرقه، مع دخول اللعيبه دي كلها فرقه، هيبقى قدام سيماني يعني تشكيل كل ماتش يبقى ليه تشكيل غير، ونقدر نعمل عمليات التدوير سواء في الماتشات اللي في الدوري او الماتشات اللي في الكاس او في ماتشات في دوري افريقيا. هو بس في حاجه حضرتك تقصد بالشيخ ده الشحات صح؟ الشحات حسين الشحات. مش طيب برضه فكره ان الاهلي من بطوله على بطوله، من مباراه قويه على مباراه قويه بعديها، فكره الضغط ده كله وسفر ومعسكرات و و الى اي درجه ممكن الكلام ده ينعكس بالسلب على مشوار النادي الاهلي سواء افريقيا او حتى محليا في الدوري؟ لا، الاهلي طول عمره بيتحمل الضغوط. اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي برغم ان ضغوط جامده جدا جوه النادي، اللي ما بيتحملش الضغوط ما يقدرش يقعد في النادي. في امثله كتير، في لعيبه كتيره جدا جم عندنا في النادي برغم انهم مهاراتهم عاليه جدا ومستواهم جيد جدا، انهم ما تحملوش الضغوط سواء من الاعلام او من الجمهور او من النقاد، فما تحملوش الضغوط ما بيقدروش يستمروا. فالمجموعه اللي موجوده في داخل النادي الاهلي دلوقتي كلهم بيتحملوا الضغوط، وشفناهم في الماتشات كلها قادرين يتحملوا الضغوط سواء في الماتشات الافريقيه او في ماتشات الدوري او في الماتشات بتاعت كاس العالم يعني. فكل المجموعه الموجوده الحقيقه مؤهله انها ان شاء الله باذن الله تكسب الدوري وتكسب الكاس ان شاء الله، وان شاء الله يبقى لينا دور في الدور الثمانيه باذن الله، بحيث لازم زي ما قلت قبل كده لازم فيتا كلاب بنكسبه داخل وخارج، بحيث يبقى عندنا 9 بونت، يبقى احنا وسيمبا ان شاء الله باذن الله المؤهلين لدور الثمانيه ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم اكتر او بشكل اكتر تفصيلا عن الفرقه بتاعتنا ووجهه نظر حضرتك طبعا في فكره هنا ايه التشكيل الامثل بعد العوده من الاصابات اكيد والغيابات، يعني لما يبقى عندنا كل الفريق مكتمل ايه التشكيل اللي حضرتك بتشوفه بقى، عشان كمان عندنا يوم الاحد طلائع الجيش، فوجهه نظر حضرتك المفروض مثلا على سبيل المثال هل المفروض موسيماني يبدا بيه برده بواليا ولا بمحمد شريف؟ يعني خليني اعرف برده حضرتك بتشوف موسيماني نفسه بيفكر ازاي لما بيدفع ببواليا في البدايه او في بدايه المباراه. معلش انا رايي الشخصي انا فضل. يعني انا رايي الشخصي انا هو طبعا بيبقى موسيماني هو اللي عايش جوه الفرقه وهو طبعًا. اللي ليه اداره كامله بمستوى كل اللعيبه اللي موجودين عنده، وبالتالي هو الاقدر من اي حد انه يحط التشكيل المناسب في كل مباراه. انما المباراه انما انا شايف ان محمد شريف لازم يبقى ليه دور طبعًا. الحقيقه وهو لما كان معار لنادي انبي كان هو الهداف بتاع نادي انبي، والهداف يعني قرب من المنافسه على هداف الدوري، وبالتالي لما جيب واليا راح موسيماني ابتدى يحط بواليا وحط محمد شريف هو اللي بيبقى دايما احتياطي وبينزل ربع ساعه او 10 دقائق في الاخر. انا رايي ان محمد شريف لازم يبقى ليه دور اكبر من كده في بدايات المباراه. محمد شريف من النوع اللي هو بيجيد خلق الفرص لنفسه داخل ال 18، بيجيد احتلال الاماكن المنافسه، بيجيد احراز الاهداف من نص فرصه، فمفروض ان احنا نديله الثقه بنفسه من اول وجديد. محمد شريف لازم يبقى ليه دور في المرات اللي جايه. الحقيقه برضو بنون الحقيقه اضافه جيده جدا طبعاً. لمدافعين النادي الاهلي عنده ميزات غير طبيعيه، عنده الاتزان النفسي غير طبيعي، قائد داخل الملعب، من الناس اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنهم في كل تشكيل. انما برضه في وقت من الاوقات انا شايف موسيماني الحقيقه مراعي الحته دي، وبيديله لما بنبقى مطمنين على الناحيه الدفاعيه بيطلعه وبيبتدي يدي للزملاء الاخرين اللي يشتركوا في نص عشان يديله برضه الراحه الكافيه عشان توالي المباريات سواء المحليه او الافريقيه. تمام. طب حضرتك كابتن ابراهيم يعني عاصرت الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه في مراحل سابقه وحاضر اللي بيحصل حاليا، هل نقدر نقول ان الصحافه الرياضيه وان السوشيال ميديا بصفه خاصه اصبحت اداه هدم اكثر ما هي اداه بناء؟
الحقيقه انا معاك مليون الميه في القصه دي. الاول احنا واحنا موجودين في الملعب وبنلعب، الحقيقه الصحافه والصحفيين كانوا متساويين بين الانديه كلها، سواء الاهلي او الزمالك او طلائع الجيش او وكتاباتهم كلها وتحليلاتهم خاليه من الاهواء، خاليه من الاهواء خالص، ومجرده من الاهواء الشخصيه بتاتا يعني. انما انا شايف دلوقتي مجموعه، انا رايي الشخصي انهم مش مؤهلين اعلاميا انهم يبقوا صحفيين وانهم يقدروا يكتبوا عن الاهلي، وبالتالي ابتدوا يثيروا المشاكل بين الانديه الكبيره، وهم فاهمين ان كده اسمهم هيعلى وهيكبر، ومجموعه من المشاهدين والجمهور بينساقوا وراهم، وهي دي اللي خلق المشاكل بين الجماهير كلها، سواء الاهلي او الزمالك، واصبح الترند هو سيد الموقف بالظبط كده. فبالتالي المشاكل ابتدت تزيد، لما المشاكل ابتدت تزيد برضه ممكن يوصلوا التوتر والمشكلات دي للعيبه داخل الملعب، وبالتالي يبقى المشاحنات داخل الملعب، وحصل في ماتشات بين الاهلي والزمالك ان اللعيبه تشحنوا مع بعض، وفي ايقافات حصلت، كل ده من الاعلام غير الهادف. اتمنى ان برضه الناحيه الاعلاميه ما فيش حد يشتغل في الاعلام الا لما يكون معاه الشهادات اللي تؤهله انه يتكلم في الاعلام عن الاهلي او الزمالك او سلوكيات اللعيبه. والله يا كابتن ابراهيم، في اعلاميين كبار ولهم اسم يعني مرموق على الساحه، ومفروض معاهم الشهادات حضرتك بتقول عليها، ولكن بيتفوهوا بما لا يليق باي شيء، حتى بما لا يليق بمكانتهم. فده بنشوفه وشفناه مؤخرا، وده اللي انا كنت عايزه بقى اروح استكمالا لنقطه كريم. هي بس ما اصبحتش سوشيال ميديا فقط، هو اصبح في يعني هرج إلى حد كبير من بعض الإعلاميين على الساحة، وده مش مفهوم يعني، حتى ما ينطق به مش مفهوم يعني. أنت عايز توصل لإيه، أو رسالتك في الآخر إيه هي، وبعدين أنت ليه بتعمل كده تحديدا؟ أنا بقى هتكلم عن النادي بتاعي، بتعمل كده ليه مع النادي الأهلي؟ ما بنذكرش أسامي حد، الموضوع معروف يعني. فده برضو مش غريب جدا. ما هو زي ما قلت لحضرتك، هم فاهمين ان كده ان هم اسمهم بيعلى على المستوى الاعلامي، واسمهم بيعلى ويبتدوا يبقوا مطلوبين في كل الجهات الاعلاميه، انما ده خطا. وبرضو العكس صحيح يعني. إيه؟ العكس صحيح، العكس صحيح خالص. المفروض يبقى انت يعني متساوي مع كل الجهات، سواء الاهلي او الزمالك او 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 او، بحيث ما تثيرش المشاكل. الروح الرياضيه زمان كانت غير طبيعيه بين كل الجمهور يعني. كنا واحنا بنلعب الجمهور الزمالك وجمهور الاهلي بيبقوا قاعدين في المدرج، ده بيشجع فرقته وده بيشجع فرقته، ومحدش بيجول على حد في التشجيع. مفيش بيت مصري ما فيهوش يعني فرق مختلفه بينتموا ليها او بتنتمي ليها الاسره الواحده، عادي يعني طول عمرنا كده. وكان يعني تلاقي تبص على المدرج تلاقي الفنانين والفنانات والاسر جايبين عائلاتهم بيتفرجوا. دلوقتي برغم ان ما فيش جمهور يعني، انما القله بتثير المشاكل داخل المدرجات، والاعتراض على التحكيم بقى موجود، لانهم بيثيروا اللعيبه كمان يعني. التشجيع والاعلام بيخلي اللعيبه مصاره من بدايه المباراه، وبالتالي اي اجراء او اي من الحكم اي اجراء بيقوله بتلاقي الاعتراضات كتيره جدا ما بنشوفهاش في المباريات العالميه، ما فيش الاعتراضات اللي احنا بنشوفها في الماتشات دي، والسبب كله الاعلام غير الهادف. حلو، ده بقى يتعالج ازاي؟ ايه اللي لازم يحصل ولازم يستجد عشان نرجع تاني للفتره الزمنيه اللي كان الاعلام الرياضي فيها محايد وموضوعي، وطبعا بيعلي من شأن الروح الرياضيه، وبطبيعه الحال في احترام متبادل لكل الفرق. انا شايف ان كل الجهات مسؤوله يعني. الادارات بتاعه الانديه مسؤوله انها تشوف مين الاعلاميين الغير هادفين، تمنحهم من دخول النادي، وتمنحهم من يبقى في محاسبه يعني ورقابه، هي دي القصه. والناحيه الاعلاميه، الناس اللي بيشتغلوا في الاعلام ليهم رؤساء وليهم قاده يقدروا يحاسبوهم ويمنعوهم من انهم يخلقوا هذه التوترات وهذه المشكلات. من كل الجهات لازم تشتغل في القصه دي. اللعيبه لازم تبعدهم عن السوشيال ميديا وعن انهم يعلقوا على اي حاجه بتتقال، وبالتالي انت بتمنع اللعيبه عن اي مشاكل واي سلبيات بتحصل في الوسط، بيبقى انت كده حجمت دور اللعيبه وبعدتهم عن المشاكل. الاداره الاعلاميين زي ما بقول، الاعلاميين اللي هم بيثيروا المشاكل بتمنعهم انهم يدخلوا وياخدوا اخبار عن الفرق، عن الفرقه وعن اللعيبه وعن الاداره، كده يبقى انت الاداره بتاعت النادي قامت بواجبها. الناحيه الاعلاميه ليهم رؤساء وليهم قوات، لازم يمنعوهم، ولازم يبقى ليه حد، لازم في محاسبه للناس دي، انهم
ويبعدوه عن الجو الإعلامي. هو بيسوي المشاكل مع النادي الفلاني يبعدوه عن النادي الفلاني، ويبقى فيه لو أمل حاجة يبقى فيه محاسبة. حضرتك الثواب والعقاب موجود في أي حتة، لو ما فيش ثواب وعقاب الدنيا مش هتبقى. عشان كده بيقولوا دايما من مش عارف من آمن العقاب بين أساء الأدب. صحيح عندك حق. عموما احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نرجع نلتقي مع حضرتك مره تانية قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا سعيد بوجودي معاكم، وتمنياتي ليكم دايما والقناه الاهلي دايما بدوام التقدم والتوفيق. شكرا لك يا كابتن، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا انا وكريم في الاسبوع ده، يعني من 10 الصبح في الاهلي. شوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده، وهيبقى يوم المباراه بقى يوم الاحد باذن الله الاهلي وطلائع الجيش. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا. مع السلامه.